بقول لك ايه يا معلمه، خدي يا حبيبتي كوبايه الليمون دي علشان تروق دمك. مش عايزه زفت ومش عايزه اروق دمي، عايزه اخليه متعكر كده. يلا غوري من وش يا ستي، ده الغايب حجته معاه. وبعدين بلاش تبقي ملهوفه عليه قوي كده، ده حتى التقل صنع. انت مالك انت يا بنت بالتقل والعوم؟ ايه اللي دخلك انت في حياتي؟ يلا روحي شوفي شغل. حاضر يا ستي، اديني غايره. حارب يخص عليك، اهون عليك، وقعت قلبي. سلامة قلبي. شكلك شقي وهتوجعني قلبي. عملت ايه قول؟ كل خير يا معلمة. طب ما تحكي لي. طب يعني هينفع على الباب كده مش ندخل جوه؟ تعالى. ده انا كنت هموت بالقلق عليك انت وحربي. احنا بقى كنا هموت بجد. طب وعلى ايه يا عم كل ده؟ ما الحمد لله اهو بنرزق والكيكه طالعه معانا في العالي. اللي حصل حصل ورجلنا جات يا بركة. وعلى رأي الأغنية، اللي شبكنا يخلصنا. يخلصنا إن شاء الله. أمال هو الواد حربي ما جاش معاك ليه؟ حربي وصلني وراح يبشر المعلمة، هياكل عندها حمام يا سيدي. أنا عايز أسأل سؤال، هو الواد حربي ده ما بيتهدش؟ وإيه اللي يخليه يتهد؟ طالما الدنيا مسقسقة معاه. ناس ليها حمام، ناس ليها جبنة براميلي. يا عم ما تبقاش بقى ناكل الجميل أمال، وعلى فكرة دي جبنة بلقوطة. طب ليه عنتر بيه هو اللي اداك الشيك مع ان رشوان هو اللي ماضي عليه؟ انا قلت لك يا معلمه، رشوان ده اصله اتعصب وتهور وهاج ومج وقلب الدنيا وركب دماغه على الاخر. عنتر بقى هو اللي لم الدور، اصله يعني بيعزني قوي من يوم ما كنا باخد الخرده من عنده. قلت لي عشان كده بقى. وبعدين يا معلمه ما تقلقيش، هو في بينهم حسابات كتيره قوي، اكيد هيتحاسبوا لما رشوان يهدى. يعني فاكر رشوان هيهدى ويشيل الموضوع من دماغه؟ ما تحمليش هم يا معلمه، وحتى لو ما عملناش حساب اكيد هيعمل حساب لعنتر. اصلك ما تعرفيش عنتر ده مش قليل، واكيد يعني مش هيصغره. طلعت ولد بجد يا حبي. عشان تعرفي بس ان في رجاله حواليكي يتمنوا يخدموكي بعينيهم. طلعت 100 100، وانا واخده بالي قوي من الرجاله اللي عايزين يخدموني. وملاحظة تعالى، كنت عايزة أقول لك على حاجة. وماله؟ ما يضرش يا معلمة. تعالى. على مين؟ أنا خايفة بكعب. ما تعرفش كان فين طول الليل؟ بلغت ابو ضيا بالكلام ده؟ عفارم عليك يا كيمو. انا عايزك كده كل يوم الصبح تبلغني باخبار المنطقه وبعدين تبلغ ابو ضيا. سلام. ايه المكالمات اللي على الصبح دي يا اكرم؟ شغل يا منى شغل، ولا فاكراني بحب؟ طب وانت متنرفز ليه يا حبيبي؟ حقيقه موضوع اماني ده معصبني قوي ومخلانيش انام طول الليل. حمزه جاهز عشان اوصله؟ جاهز. بقول لك ايه يا اكرم؟ اما انا عندي فكره مش عارفه كنت هتوافق عليها ولا لا. فكره ايه؟ عيد ميلاد حمزه بعد كام يوم، ايه رايك نعزم رؤوف؟ ايه؟ اعزم رؤوف؟ اهي فرصه اماني ورؤوف يتقابلوا بعيد عن الشغل والاسم، وبالمره احنا نتعرف عليه وهو يتعرف علينا. بس ده كده معناه ان احنا موافقين، وده لسه ما حصلش. اعتبرها فرصه نتعرف على بعض قبل ما تاخد قرار. مش عارف، اما اشوف يا منى، اما اشوف. يا سيدي الراجل شغال معاك اكتر من سنه، ما فيهاش حاجه يعني انك تعزمه، عادي. ربنا يسهل، هفكر في الحكايه دي. يلا سلام. نعمل جو كمان كمان. ابو ضايع استنوا، انتوا هنا. تؤمر سيدي الناس. ماشي يا معلم. فل الوردوش يركب. على فين؟ ايه خايف؟ معاك على الموت. تعجبني. رشون بي عايزك يركب. هنا؟ هنا. انت اللي هتسوق؟ طب اطلع. يلا.
بلغ إشارة. حنفي فات على قبضايا من شوية وأخده في عربيته وجمع على مسبك الحديد بتاع رشوان أبو الدهب. ورشوان أبو الدهب موجود؟ عربيته موجود يا فندم. طيب لما قبضايا يخرج خليكوا وراه بالمراقبة وبلغوني بالأخبار أول بأول. تمام يا فندم. يا حاجة رؤوف؟ دي بقى التحريات اللي كانت طلبها النيابة بخصوص قتل رزق عبد الشافي محروس. وصلتوا لحاجة؟ للأسف لا. طب سيبها لي أراجعها وأنا هبقى أديها لك بعد كده. حاضر يا فندم. رجالة المراقبة اتصلوا بيا من شوية. في حاجة جديدة؟ قبضايا راح النهاردة المسبك عند رشوان أبو الدهب. تاني؟ أيوه يا فندم. واضح إن قبضايا مش هيجيبها لبر. رؤوف عايزك تكثف المراقبة عليه. إحنا وراه خطوة بخطوة يا فندم. بعد إذن سعادتك. اتفضل. رؤوف تحت امرك يا فندم. قول لي انت وراك حاجه يوم الخميس اللي جاي؟ لا يا فندم تحت امرك. اصل الخميس اللي جاي عيد ميلاد ابني حمزه. كل سنه وهو طيب. ربنا يخليهولك يا باشا. متشكر قوي الله يحفظك. انا عشان كده كنت بفكر يعني انك تجي لي البيت علشان اعرفك يعني على والدي وعلى مراتي دي حاجه تشرفني يا فندم. خلاص اوكي ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي تيجي تحضر عيد ميلاد حمزه. هكون عندك بالتمام يا فندم. ربنا يخليك لينا يا فندم. اتفضل. صباح الفل يا ست الكل. ايه ناموسيات الكحل النهارده؟ امال حربي فين؟ سي حربي تأمن النجمة لبس هدومه وخرج من غير حتى ما يفكر. ده انا ولا حسيت بيه. انا ايه اللي جرالي؟ عجزت ولا ايه؟ فشر يا ست الستات. عجزتي ده ايه؟ ده انت لسه في عز. زمان كنت هدي الدنيا واحط راسي على المخده لو عدت من جنب النسمه الطير افتح عيني كده زي الثعلب. دلوقتي مش عارفه مالي. احط جتتي بقيت عامله زي القتيله. ريحي يا ستي. وبعدين انتي ربنا والحمد لله مديكي من وسع. مستعجله على الشقه ليه؟ ايه رايك احضر لك الفطار علشان تلحقي تروحي المستودع؟ لا مستودع ده ايه، انا تعبانه النهارده وكسلانه، حاسه كده ان زي ما يكون عدى عليا قطر. احسن برضو. قوليلي هو حربي هو خارج مالكيش رايح فين؟ قال ان هو هيروح يقضي مصلحه وهيرجع على طول. طيب حضري لي الفطار وانا هكسل على الكنبه هنا واشوف سي حربي مصلحه ايه دي بقى اللي مشيته من جنبي من غير ما يقول لي بونجور يا حبيبتي. هاي يا حبيبي كده هاي الموضوع ماشي زي ما احنا مخططين له بالظبط. قول لي عنتر ده هتقابل امتى وفين؟ النهارده الساعه 10 جبل عزام اللي البنت دول بتشتغل فيه. هو عزام معاهم في اللعبه دي؟ ومعاهم واحد تاني بيه كده محترم وعلى الهيبه. ده لولاه كان زمان رشوان خلص عليا انا وزين. اسمه ايه الراجل ده؟ بيقولوا لي عدلي بيه. عدلي؟ تعرفه ولا ايه؟ تعالى يا حبيبي. ايه بس في ايه؟ ايه بس يا عم صلاح؟ تعالى بس يا عم فهمني في ايه؟ ركز كويس يا حبيبي. هو ده؟ هو بس هو دلوقتي اكبر شويه بالصوره. تعرف الجدع ده ولا ايه؟ فاكر يا حربي واحنا في السجن قلت لك ان في محامي عرض عليا رشوه كبيره عشان اديله وصل امانه كان الموكل اداهوني ارفع بيه قضيه؟ ايوه فاكر. المحامي ده هو عدلي. أنا أيامها كنت لسه مؤمن بالقيم والأخلاق. غبي. رفضت الرشوة. وكانت النتيجة إنهم سرقوا ملف القضية كله بالوصل بالمستندات. وراح الموكل رفع عليا قضية خيانة أمانة. دخلوني السجن.
القضاء على مستقبلي. الأدهى بقى إن المحامي اللي اترفع عن الموكل في قضية خيانة الأمانة هو عدلي برضه. يوم هوقف في المحكمة طالب اتصل عقوبة. بعد شوية وأنا في السجن عرفت إن عدلي اتجوز ميسة خطيبتي، الإنسانة الوحيدة اللي حبيتها في حياتي. هي اللي سرقت الملف؟